يعد مهرجان ضواحي الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة تعزيز للتواصل والترابط الأسري بين أفراد المجتمع. وفي هذا الإطار نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى صباح اليوم بمسرح بلدية مدينة الشارقة حفل تكريم مهرجان ضواحي الثامن بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وممثلو الجهات المكرمة وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان وعدد من وسائل الإعلام المحلية. كل الشكر لحضورنا اليوم في تكريم ضواحي ثمانية، وشكر أيضا موصول لبلدية مدينة الشارقة أجمل مبنى حكومي في الشارقة لاستضافتهم لهذا الحدث، ونتمنى إن شاء الله من حضورنا اليوم يتحفونا بملاحظاتهم عن مهرجان ضواحي ثمانية، واللي نستعد بإذن الله من اليوم لضواحي تسعة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون ما في أخطاء، الحمد لله ما في أخطاء تذكر في ضواحي ثمانية، لذلك أتمنى إن شاء الله تكون المجموعة اكتسبت خبرة في الثمان سنوات اللي فاتت، وبإذن الله نقدم نسخة مميزة في ضواحي التسعة. يعني ضواحي ثمانية كانت حقيقة مفاجأة للجميع، حتى لنا إحنا في دار الشؤون ضواحي والقرى الاستضافة حقيقة يعني ما بقول استغراب، ولكن ما كنا نتوقع هذا الحضور الكبير من المؤسسات والدوائر الحكومية. أكثر من 36 جهة حكومية جتنا في اللحظة الأخيرة عشان المشاركة، وهذا كان زخم كبير لضواحي ثمانية. نتمنى إن شاء الله أن العدد يزيد في ضواحي تسعة، وأيضا المكان بيتجدد. يعني سبق وعطينا النوف آخر نسختين، يفترض أن نغير في مدينة الشارقة، وأيضا في المنطقة الوسطى راح ننتقل إلى منطقة المدام بإذن الله. تضمن الحفل كلمة لكل من سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، حيث قدم من خلالها الشكر لكل من ساهم في إنجاح نسخة الثامنة من المهرجان، كما تم عرض الفيلم التسجيلي عن المهرجان وأجوائه في حديقة النوف بمدينة الشارقة والقرية التراثية بمنطقة مليحة، ثم أعقب ذلك تكريم ل 36 جهة من المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والخاصة بمختلف فئاتها وأعضاء اللجنة المنظمة، إضافة للمسابقات والجوائز للحضور. الجدير بالذكر أن مهرجان ضواحي منذ انطلاقته يقدم سنوياً كل ما هو جديد ومبتكر لزواره، ليسجل سنوياً الحضور والإقبال الجماهيري الكبير والمتزايد من مختلف الفئات المجتمعية.